بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبابنا الكرام، مقطع فيديو متداول وثق إنزال عضو الكنيسة في الكنيسة الصهيوني أيمن عودة، وهو من قائمة الجبهة العربية للتغيير، خلال كلمة ألقاها أمام نواب الكنيسة الصهاينة. عبر خلال هذه الكلمة عن تعاطفه مع المقاومة الفلسطينية. معروف أنه العرب الموجودين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48 لهم نواب في الكنيسة الصهيونية، ورغم وجود النواب إلا أن حكومة العدوان والاحتلال الصهيونية تمارس التمييز العنصري بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48. قال النائب عودة، أيمن عودة، قال بأن الشعب الفلسطيني سيواصل النضال ونحن فخورون بجنين. النائب أيمن عودة حي في كلمته مخيم جنين وصموده، وقال يعيش مخيم جنين للاجئين، قال يعيش النضال العادل للشعب الفلسطيني، وقال أن الاحتلال الصهيوني غير شرعي والمقاومة شرعية. تعالوا بنا نسمع ما قاله في الكنيسة الصهيونية. حمايم متنخليوت واني مخريم ات هيتنخليوت اني مبكش لا في ما زيت نخلوت زي رمات الجولان هي تخلوت ايه زيت نخلوت اجيب لي هي تخلوت هي ايتها 19 سنه سوريت ذو نقطه سوريت 19 سنه بخزق واني يوسف فوق تومن توشب متنخليوت اني انت لو تصريح ليوت بو ده زي انت كبر اتخذت النوم على زمانك انت لو تصريح ليوت بتنخليوت توف ا הרוגים בג'נין, רמת הגולן מעל 50 שנה יהודית, ישראלית. אז אני מבקש ממך. הרוגים בג'נין, צועים בתל אביב, וחייל הרוג. מה? דם כולם על הכיבוש הארור שלכם. עכשיו זה מים מציונות מהתיישבות תל אביב. דם כולם על הכיבוש הארור שלכם. הכיבוש מעביר. הכוח מעביר. אתם מתנהגים לא רק כפושעים, אלא גם כטיפשים. עוד סבב. תראו מה יש במחנה פליטים ג'נין. כולם גאים בג'נין ובצדק. בצדק הם גאים. ועכשיו עוד אנשים יצטרפו ללוחמים נגד הכיבוש הארור הזה. אתם לא רק פושעים, אתם גם טיפשים. אתם גם טיפשים. תראו את העם הפלסטיני. מול הכיבוש, מול ארצות הברית, העם הפלסטיני עומד לבד. אני מבקש, אני מבקש לדבר יפה. מול הכיבוש הארור וגם מול ארצות הברית. למה העם הפלסטיני ממשיך להיאבק? חברי הכנסת. כי הוא צודק, כי הוא נאבק למען השחרור שלו. תפנימו, תפנימו שהאינטרס האמיתי. חברי הכנסת, אלמוג כהן. שלום, שלום, כלומר להכיר בזכות הלגיטימית של הפלסטינים להקים מדינה לצד מדינת ישראל. כך יהיה שלום, כך יהיה שלום, להכיר בזכות הלגיטימית. אני מבקש לשמור על שקט. תקופה, וזה חוק הטבע. לכל פעולה יש תקופה. תעלי, אני מסתדר, תעלי, שנייה. לכיבוש יש תקופה. וזה ההתנגדות. אני מבקש. ההתנגדות לכיבוש היא לגיטימית. כי הכיבוש לא לגיטימית. יחי, יחי מחנה הפליטים ג'נין. יחי העם הפלסטיני. יחי המאבק הצודק שלו. אני מבקש לרדת, סיימנו את הדברים. בוז לכיבוש. רד למטה בבקשה, תורידו אותו. ימשיך להיאבק. תוריד אותי. אני יודע. אבל העם הפלסטיני. רד למטה, רד למטה. תחזור למקום, הוא תקף אותם, הכל בסדר, תודה רבה, איזה מטה. وسائل إعلام ذكرت أن رئيس الكنيسة نسيم فتوري أنزل النائب أيمن عودة رئيس قائمة الجبهة العربية للتغيير من المنصة بالقوة، وذلك لأنه كما شاهدتم حي مخيم جنين وهاجم الصهاينة والكيان الصهيوني
واعتبر المقاومة شرعية واعتبر أيضا الاحتلال غير شرعي. في بداية الكلمة طلب منهم أن يحضروا له الماء وقال لا أريد ماء من المستوطنات لأنها غير شرعية. فأجابه أحدهم يوجد ماء من الجولان، قال أيضا الجولان أرض سورية والمستوطنات فيها غير شرعية. بعد ذلك بعد تصريحه بخصوص جنين تهجم نواب يمينيون جسديا على النائب عودة فتصدى لهم مع زملائه من قائمة الجبهة العربية للتغيير. أيمن عودة الذي افتتح خطابه وقال قتلى في جنين جرحى في تل أبيب، هو يقصد بكلمة قتلى اللي هم شهداء العملية العسكرية التي قام بها جيش الاحتلال الصهيوني في جنين، وتحدث عن جرحى في تل أبيب عن العملية التي قام بها أحد أبطال فلسطين من مدينة الخليل بدهس عدد من الصهاينة، وقال جندي قتيل دمهم جميعا على الاحتلال الملعون، يعني يتحمل المسؤولية عن الشهداء في جنين والقتلى في تل أبيب، الاحتلال هو المسؤول عن هذا الأمر. قال الاحتلال يعمي، يعني لا يجعلك ترى الحقيقة أيها الصهيوني لأنك تمارس الاحتلال، ويقول أنت تتحصن بالقوة والقوة تعمي فأنت لا ترى إلا قوتك. قال لهم أنتم تتصرفون ليس فقط كمحتلين وإنما تتصرفون أيضا كأغبياء. وقال أيضا انظروا ماذا يحدث بمخيم اللاجئين جنين، كلهم فخورون في جنين وهم محقون. نعم هم محقون لأنهم يمارسوا المقاومة والمقاومة مشروعة، والآن سينضم آخرين للمناضلين ضد هذا الاحتلال الملعون. أنتم لستم مجرمين، أنتم لستم فقط مجرمين، أنتم أغبياء، هكذا قال للصهاينة. وقال انظروا إلى الشعب الفلسطيني بمواجهة الاحتلال وبمواجهة الولايات المتحدة، الشعب الفلسطيني يناضل وحده. لماذا الشعب الفلسطيني يواصل النضال؟ لأن قضيته عادلة، لأنه يناضل من أجل حريته. المصلحة الحقيقية للشعبين كما يقول النائب في الكنيست أيمن عودة هي السلام. السلام يعني الاعتراف بالحق الشرعي للفلسطينيين بإقامة دولة إلى جانب دولة إسرائيل، كما يقول هو يتحدث عن حل الدولتين، هذا فيه اجتهاد في الساحة الفلسطينية. أنا من الذين يؤمنون بالمقاومة حتى كنس آخر صهيوني من فلسطين، لكن هناك في الشعب الفلسطيني من يؤمن بحل الدولتين كحل مرحلي لا غبار على ذلك. ثم أضاف لكل فعل يوجد رد فعل، هذا هو قانون الطبيعة، لكل فعل يوجد رد فعل، يوجد احتلال توجد مقاومة ضد الاحتلال، المقاومة شرعية والاحتلال غير شرعي. وأنهى حديثه ليعلن ويقول يعيش مخيم جنين، يعيش الشعب الفلسطيني، يعيش نضاله العادل، الخزي لكم أيها الصهاينة. وهنا طالب رئيس الجلسة فتوري من الحرس إنزال النائب أيمن عودة الذي صرخ بهم تنزلونني ولكن الشعب الفلسطيني يواصل النضال. هذه ليست المرة الأولى الذي يعترك فيها النائب أيمن عودة مع الصهاينة في الكنيسة. قبل ذلك كان هناك جلسة في الكنيسة في العام 13 إبريل 2022. هذه الجلسة كانت مخصصة لمناقشة طرد أيتل إلى ترك الخدمة في قوات الأمن الصهيوني.
وهذا أفضل قرار يتخذ أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل أن يتركوا الخدمة في قوات الأمن الصهيونية لأنها مستهدفة من المقاومة الفلسطينية، كلها مستهدفة، وبالتالي الأفضل لهم أن يخرجوا منها، يبحثوا عن عمل في أي مكان آخر خارج قوات الأمن الصهيونية. كل تشكيلات الأمن الصهيونية مستهدفة من المقاومة، وبالتالي أبنائنا من أبناء شعبنا عليهم أن يخرجوا وأن يتركوا هذا العمل في هذه القوات، لأن كل من فيها مستباح الدم أمام المقاومة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.